بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، أتحدث إليكم اليوم في ذكرى عزيزة غالية على قلب وعقل كل مصري، ذكرى تحرير سيناء الحبيبة، هذه البقعة المقدسة من أرض الوطن، والتي مثلت على مدار تاريخ نضالنا الطويل بؤرة الأحداث الوطنية عبر أحقاب التاريخ المختلفة، فامتزجت رمالها الغالية بالدم المصري الطاهر الذي سال دفاعا عن مصريتها، وقد تحملت الأجيال المتعاقبة جيلا بعد جيل مسؤولية الحفاظ على سيناء، تلك البقعة التي تقدست أرضها المباركة بتجلي الذات الإلهية عليها، كما أن ضروبها كانت مصر للعديد من الأنبياء والمرسلين. شعب مصر العظيم، لقد مضت مصر في سبيل استعادة سيناء في مسارين متتاليين: مسار الحرب الذي أعاد جزءا من هذه الأرض الطيبة، والذي سار على ضربه أبطال الجيش المصري الذين خاضوا حربا عسكرية أشبه بالمعجزة، وهي حرب أكتوبر المجيدة، فأعادوا لمصر العزة والكرامة، وللعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ. ثم جاء مسار المفاوضات التي لم تقل ضراوة عن مسار الحرب، خاضته مصر مستندة إلى خبرة الدبلوماسية المصرية التي أحسنت استخدام أدواتها، وتمكنت في نهاية المطاف من استعادة أرضنا الحبيبة. فتحية لأرواح شهدائنا الأبرار التي سالت دماؤهم الطاهرة دفاعا عن حق هذه الأمة في أن تحيا مرفوعة الرأس، وتحية لرجال الدبلوماسية الذين استكملوا ما بدأه أبطال قواتنا المسلحة، وتحية إلى صاحب قراري الحرب والسلام. شعب مصر الأبي، بعد عودة سيناء إلى أحضان الوطن الأم، انتهى تحدي تحريرها وبدأ تحدي تعميرها، ولم تأل الدولة المصرية جهدا في سبيل تحقيق هذا الهدف. ولعلكم تتابعون حجم المشروعات التي تتم الآن على أرض سيناء، والتي تم إنجاز عدد كبير منها لتحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل دائمة لأهالي سيناء. تلك المشروعات مجرد خطوة تتبعها خطوات أخرى نمضي بها بمعدلات زمنية غير مسبوقة، لتنعم أرضها بالتنمية والرخاء، كي تكون جاذبة لتوطين الملايين من المصريين لتحقيق غد أفضل للأجيال القادمة. كما لا يفوتني ونحن نحتفل بالذكرى 38 لتحرير سيناء أن أتوجه بتحية إعزاز وتقدير إلى أبناء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية الذين يقدمون أرواحهم فداء لهذا الوطن، ويحفظون له كرامته، ويخوضون حربا مقدسة شرسة ضد العناصر الإجرامية والإرهابية الذين يحاولون زعزعة أمن واستقرار الوطن وعرقلة مصير تقدمه. وفي خضم هذه الأحداث يواجه العالم ومصر جزء منه اختبار جديد في مواجهة عدو خفي أصبح يشكل تهديدا وجوديا للإنسانية بأسرها. وأقول لكم بكل صراحة وصدق إن من حق الشعب المصري أن يفخر بأبنائه الأوفياء من القائمين على منظومة الدولة لمحاصرة فيروس كورونا المستجد واحتواء تداعياته، وهو الأمر الذي يجب بلا شك التوقف أمامه باعتباره شاهدا على تفرد وصلابة الشعب المصري وقدرة مؤسسات دولته التي تسعى جاهدة
لتحقيق التوازن بين حماية المواطنين من خطر الفيروس وبين استمرار دوران عجلة الإنتاج لنؤمن لأبناء مصر مصادر دخل كريمة تعينهم على مواجهة متطلبات الحياة. شعب مصر الكريم، إنه لمن حسن الطالع أن يأتي احتفالنا بأعياد تحرير سيناء متواكبا مع احتفالات عيد القيامة المجيد وحلول شهر رمضان المعظم، وكما توجهت للأخوة المسيحيين بالتهنئة القلبية في عيدهم، فإنني أتوجه أيضا إلى كل المصريين جميعا بالتهنئة بقرب حلول هذا الشهر المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كل هذه الأعياد لا يتجاوز مداها الزمني أسبوعا واحدا، وكأنها رسالة من الله العلي القدير بأن هذا الوطن سيبقى موحدا بجميع أبنائه، تجمعهم راية واحدة، هدفهم واحد ومصيرهم مشترك. وأنني إذ أتوجه إلى المولى عز وجل أدعو المصريين جميعا أن يتوجهوا إليه سبحانه وتعالى بالدعاء من يرفع عنا هذا البلاء، وأن يحفظ لنا بلادنا من أي وباء، وأن ينعم على مصر بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، إنه نعم المولى ونعم النصير. الحقيقة الكلمة كده خلصت، وأنا كنت عايز أتحدث معكم فيما يخص كورونا بشكل مختصر. يعني احنا خلال الفترة اللي فاتت كنا حريصين في معالجتنا لهذه الأزمة، زي ما انا قلت كده في كلمتي، ان احنا نبقى المعالجة هادئة علمية متوازنة عشان يعني نحافظ على يعني مكتسبات احنا عملناها خلال الخمس سنين اللي فاتوا، وايضا ان احنا يعني نحفظ لكثير من المصريين اللي بيقوموا يعني بيشتغلوا ليهم مصالح وعاملين بسطاء، ان هم يجدوا فرصه عمل دون ان يكون ذلك على حساب ابدا الصحه او المسار الطبي او التوجيه الطبي اللي بيخرج من المعنيين في وزاره الصحه والمستشار الرئيس للشؤون الصحيه والعلاجيه. لكن انا كان ودي ان انا في النهارده واحنا بنتكلم عن الموضوع ده تحديدا ان انا اتكلم عنه باختصار شديد عشان تبقوا بس عارفين الخطوات اللي تمت او التطورات اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت. واسمحوا لي انا يعني في مال قدام مني كده يعني الـ يعني خلال الاسبوع الاول اللي هو كان الفتره من 6 ل 12 مارس، يعني كان عدد المصابين 80 اصابه وحالتين وفاة. وبعدين الموضوع تطور ل 176 حالة وخمس حالات وفاة. ثم في الأسبوع ده الأسبوع التالي، الأسبوع الثالث اللي كان من 26 مارس، كان عدد الإصابات 239 و17 حالة وفاة. والأسبوع الرابع اللي هو كان من فترة من 27 مارس ل 2 إبريل 370 إصابة و34 حالة وفاة. وخلال الأسبوع الخامس خلال الفترة من 3-9 أبريل كان الإجمالي اللي احنا بنتكلم فيه 834 إصابة و60 حالة وفاة. وفي الأسبوع السادس اللي هو من 10-16 أبريل تم تسجيل 974 إصابة و78 حالة وفاة. وطبعا خلال اول اربع ايام من الاسبوع اللي احنا فيها اللي هو السابع، يعني اللي هو من 17-23، تم تسجيل 846 اصابه و75 حاله وفاه. انا بقول الكلام دوت عشان احنا نبقى يعني يمكن نكون في تطورات متابعه الفيروس وتاثيره نبقى منتبهين ان احنا ان كنا حققنا نجاح خلال الفترة اللي هي اللي فاتت، مش عايزين ان احنا خلال الاسابيع القليلة القادمة
نفقد اللي احنا نجحنا فيه. دخل علينا شهر رمضان وطبعا يعني في ناس كتير قوي هتبقى متحسبه ويعني الحركه بتاعتها حزينه. وانا بقول خلونا ان احنا نقدر نتعامل مع الفيروس وتطوراته بالشكل اللي ما يفزعش المصريين وما يوقعش فيهم خسائر. انا وانا بقول لكم الكلام دوت لما يعني بطلب منكم دلوقتي بقول لكم من فضلكم انتبهوا معانا وساعدونا اكتر، وثقافه التباعد وثقافه الوقايه والتطهير والحمايه والبعد عن التجمعات بالشكل اللي احنا بنتمناه سواء كان في وسائل المواصلات او في غيره، ارجو انها تزيد خلال الفتره اللي احنا فيها واللي جايه عشان يعني عشان نفضل حققين المعدل اللي هو اللي احنا بنتمنى ان هو يعني يكون يعني ما يعملش فينا اثر كبير. لان احنا لو الامر تطور هنضطر نعمل اجراءات صعبه وقاسيه اكتر من كده بكتير فخلونا ان احنا نبقى ماشيين بالشكل المتوازن اللي احنا ماشيين بيه ده. فمن فضلكم الكلام لينا كلنا كل المصريين، من فضلكم يعني ننتبه لهذا الموضوع قوي خلال الفتره اللي احنا موجودين فيها ونحرص اكتر مما كنا حريصين فيه. برضه يهمني هنا في النقطه دي ان اقول ان احنا واحنا بنعمل ده احنا ما زلنا المبادرات بتاعت وزاره الصحه اللي احنا كنا اعلناها ماشيين فيها. وانا يعني اسمحوا لي ان انا اقول لكم بس قبل ما اسيب قبل ما ابدا في النقطه دي انا برضه عايز اقول للساده الاطباء والاطقم الطبيه واطقم التمريض وكل حتى العاملين في المستشفيات، ارجو ان انتم تنتبهوا اكتر لنفسكم من حيث الوقايه ومن حيث عمل التطهير والتعقيم عشان احنا مش هنقول ان احنا محتاجينكم في المرحله دي، احنا محتاجينكم على طول. احنا محتاجين كل انسان في مصر على طول، وخسارته خساره كبيره لينا كلنا اي مكان موقعه. فمن فضلكم انا بتكلم هنا على القطاع الصحي اللي انا بوجه له كل التقدير مره ثانيه والاحترام والاعتزاز والمحبه، وبرضه مره ثانيه بقول باسم كل المصريين تقبلوا شكري واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هو يحافظ عليكم. انا هقول ان انا الموضوع ده اللي انا هذكره دلوقتي في اطار ان انا اطمنكم ان احنا ما زلنا المبادرات اللي اطلقناها ما انتهتش بالمواجهه مع الفيروس، لا يعني. وهقول لكم كده على ارقام مش عايزكم تحفظوها ولا حاجه، ولكن تطمنكم على ان احنا خلال الفتره اللي فاتت سنتين ثلاثه على الاقل اللي فاتوا احنا عملنا حاجات كتير يمكن يكون لها او كان لها تاثير. لان احنا لما نقول ان عدد اللي تم عمل عمليه المسح للفيروس سي كان عددهم 70 مليون مواطن مصري، واللي تم الاكتشاف ان عنده الفيروس تم علاجه، وده سواء كان صحيا او معنويا كان له تاثير كبير جدا على الاقل 70 مليون اللي احنا بنتكلم عليهم. لما بنتكلم عن قائمه الانتظار اللي كانت موجوده، انا الرقم اللي قدامي دلوقتي 430,000 تم يعني التعامل معهم طبيا طبقا للمطلوب. اللي عايز عمليه حضرتك عمليه، اللي عايز اجراء طبي كبير طبقا لحالته تم تنفيذه. انا بتكلم في 430,000 احنا داخلين على 450,000 يعني تقريبا نص مليون عايز اقول دي كانت امراض مزمنه يمكن اللي كان عنده حاجه في القلب، ربنا يشفي الجميع طبعا، اللي كان عنده حاجه في الكلى، اللي كان عنده حاجه في الكبد، اللي عنده حاجه في العمود الفقري، اي شكل من اشكال الامراض اللي كانت محتاجه ان احنا نتدخل فيها في قوائم الانتظار. انا بقول لكم العدد اللي احنا وصلنا له رغم المواجهه اللي احنا بنقوم بيها في مصر تجاه كورونا، لم تتوقف في الدوله ولم تتوقف في وزاره الصحه والاطباء في مصر عن تقديم الخدمه الطبيه لمواطنين مصر. وبتكلم على
قل في 130,000 إنسان حتى الآن. تم فيما يخص دعم صحة المرأة، أنا بتكلم في حوالي 6.5 مليون سيدة حتى الآن. أنا ما جبتش الأرقام التكلفة المالية خاصة أنا في الآخر كده. الموضوع الغسيل الكلوي احنا بنتكلم على 3100 ماكينة، الحياة الصحية وعلاج فقدان السمع للأطفال حديث الولادة، المبادرة دي بتغطي حتى الآن 2 مليون سنويا، صحة الأم والجنين بتغطي 2 مليون سنويا، إجمالي التكلفة اللي أنا بتكلم عليها 10.5 مليار جنيه. وطبعا احنا بنستهدف في مشروع التأمين الصحي زي ما قلنا للخمس محافظات بالإضافة طبعا لبورسعيد ندوب سينا ورقصر وأسوان وإسماعيلية والسويس. أنا بتكلم في تكلفة مالية يمكن تصل لأكثر من 20 أو 23 مليار جنيه. ده معناه إن إحنا الإجراءات اللي إحنا عملناها حتى الآن سواء كان الإجراءات الطبية العادية اللي بنقدمها المستشفيات بتاعتنا أو في مواجهة كورونا حتى الآن الحمد لله ناجحة، وإن شاء الله هيستمر نجاحنا. بس تاني بقول لحضراتكم من فضلكم، يعني الموضوع ده أنا ما بكررش كتير معاكم، وأنا مش من الناس اللي بيحبوا يخوفوا حد، طبيعتي كده، لأن إحنا يعني إن شاء الله مش خايفين وإن شاء الله مطمئنين، وعندنا أمل كبير جدا في ربنا سبحانه وتعالى إنه يحمينا ويحفظنا كلنا ويحفظ كل الناس في العالم كله يعني. لكن إحنا بنتكلم زي ما قلت مرة كده، إحنا مسؤولين عن بلدنا، فإحنا بنتكلم عنها يعني. إن شاء الله إحنا بخير وسلام، وهنبقى بخير وسلام، بس مزيد مزيد من الحرص خلال الفترة اللي جاية. والناس اللي بتفكر إن يعني الصلاة في المسجد وصلاة التراويح وكل الكلام ده، صدقوني هي الفيروس ده كله من ربنا، وربنا سبحانه وتعالى أراد إنه يعني يكون له تأثير على البشرية كلها لأسباب قد لا يعني لا ندرك. فرضوا إن إحنا يعني النقطة دي تحديدا أنا بتكلم عليها دلوقتي، ما يعني الناس اللي هي كانت متعودة تعمل تصلي التراويح في رمضان، معلش الشهر ده طبقا لمين؟ ده مش رأي فقهي ولا ديني، ده رأي طبي ورأي ديني، الاثنين مع بعض مشتركين على ان المصلحه تقتضي مننا ان احنا نبقى موجودين، وعمليه العزل اللي احنا متحركين فيها وعدم الاختلاط بما فيها المساجد تستمر خلال الشهر القادم يعني. أقرب من ما كنتش أفضل عليكم، في النهاية بقول لكم إن إحنا إن شاء الله خير وإن شاء الله أفضل وأفضل بكرة تشوفوا، لأن ربنا سبحانه وتعالى موجود معانا وبيساعدنا، لأن إحنا نستحق المساعدة. نحن في مصر قيادة وحكومة تستحق المساعدة بقيمها بمبادئها بأخلاقياتها بحرصها على أمن وسلامة وتقدم أهلها في مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. السلام عليكم ورحمة الله.